والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وما كان قول هؤلاء الربيين الصابرين في تلك المواطن الصعبة إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسترنا وتجاوز عنا. ولماذا ربنا وليس إلهنا؟ لأن الرب هو المعطي وهو المانع وهو الناصر وهو المربي. وأكثر دعاء الأنبياء يبدأ بربنا. وقال بعض المفسرين المقصود بالذنوب في الآيات الكريمة الصغائر وإسرافنا في أمرنا وما وقع منا من تجاوز في أمر ديننا. ومعنى الإسراف مجاوزة الحد إلى ما حرم. وقال بعض العلماء يقصدون بالإسراف الخطايا والكبائر، وذلك لأن اقتراف الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان والخسران، وأن التخلي عنها من أعظم أسباب النصر. قال ابن القيم رحمه الله إن الذنوب والمعاصي جنود وكتائب يجندها الإنسان على نفسه. وثبت أقدامنا يا رب حتى لا نفر من لقاء الأعداء. فلم يتكلوا على ما بذلوا من جهد وصبر، بل اعتمدوا على الله وسألوه الثبات. وهناك ثلاث مواطن يحتاج العبد فيها إلى تثبيت الأقدام: عند لقاء الأعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات. نسأل الله العافية والسلامة. وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا يا رب على من جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائك، واجعل النصر حليفنا فنكون الغالبين وهم المخذولين. وهكذا العبد المؤمن يأخذ بالأسباب ثم يلجأ إلى مسبب الأسباب. وأخيرا هناك بعض الفوائد من تلك الآية الكريمة: الإنسان مفتقر إلى الله تعالى غاية الافتقار، لا يرد البلاء مثل الدعاء. كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. لسنا ملائكة، ولكننا بشر وقد نخطئ أحيانا. وكأي والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا
واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.